والآن نرحب بالسيدة النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي لإلقاء كلمتها، فلنرحب بها. Mr. Speaker of the Egyptian House of Representatives, Mr. President of the IPU, Distinguished guests, البرلمان الدولي، الضيوف الكرام، أعزائي النواب الشباب، صباح الخير، أحييكم. أحييكم باللغات الأربعة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي. أود أن أحييكم أيضا باللغة الأقرب إلى قلبي وهي اللغة المصرية القديمة. يشرفني اليوم أن أرحب بكم في بلدي الأم في ندوة المؤتمر العالمي الثامن لشباب البرلمانيين. هذا يوم مميز بالنسبة لي. أولا بصفتي نائبة برلمانية شابة من مصر، يسعدني أن أشعر بالامتنان لأن بلدي هي أول بلد في المنطقة العربية تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي. ولم يكن ليتحقق هذا لولا الدعم الهائل من رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري المحترم الدكتور حنفي جبالي. وثانيا كرئيس لمنتدى شباب البرلمانيين، يسعدني كثيرا أن هذا المؤتمر سيوجه أصواتنا إلى COP27 الذي سيعقد هنا في شرم الشيخ. الزملاء والأصدقاء، إن تغير المناخ هو تحد عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود، وسواء كنا مسؤولين عن الانبعاثات من عدمه فهذا سيؤثر علينا جميعا. إن تغير المناخ يغير عالمنا، فهو تهديد للسلام والاستقرار، وهو خطر يهدد البلدان ذات الأراضي المنخفضة، وسيؤدي لتشريد الناس وتدمير سبل العيش. ما أخذنا ذلك في الاعتبار، نحن ما زلنا نشهد نقصا في الالتزام من العديد من البلدان تجاه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، ونقصا واضحا من عديد من الدول بشأن التزاماتها المالية المتعلقة بذلك. نحن شباب البرلمانيين لدينا منصتنا وهي منصة منتدى شباب البرلمانيين الذي يمكننا الدعوة من خلاله لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ ولضمان وفاء الحكومات بالتزاماتها بتوفير حلول مستدامة تجاه تغير المناخ. لا أود أن أكون نذيرا للشؤم، ولكن وقت الكلام قد انتهى. وقبل كل شيء يجب أن نأخذ في الاعتبار أن إذا ما فشلنا في جهودنا فليس أماننا كوكب آخر لنعيش فيه. شكرا لكم. الآن سأترككم مع الفيديو الخاص بالجلسة الافتتاحية.